أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثان يقول: أرشدنا يا صاحب الفضيلة على طريقة نستطيع من خلالها أن نغرس في قلوب أبنائنا وإخواننا وأهلينا حب العقيدة وأهمية تعلمها. نعم، هذا شيء واضح، هذا يحتاج إلى تعب مع أولادك، أنك تربطهم بالعلماء وتحضرهم في الدروس وتلاحظهم، تخليهم يستمعون البرامج الطيبة في إذاعة القرآن، وتحضرهم للصلوات الخمس والجمعة، ويشهدون مع المسلمين أداء الصلوات وسماع الخطب والمواعظ والإرشادات. بس هذا يحتاج إلى صبر. أما أنك تخليهم بالشوارع، ولا تخليهم يروحون للمقاهي، ولا مع الإنترنت، ولا مع كل ضلالة وشر، فهذا ضياع، هؤلاء ضياع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.